والآن مشاهدي الأفاضل بالعودة للحدث الرياضي، يبدو أن أخبارنا كلها ستكون متعلقة بالأخبار الرياضية مباشرة. نعود إلى ولاية وهران وجانب من التدريبات التي يقوم بها المنتخب الملقاشي منتخب مدغشقر تحسبا لمواجهة النيجر في آخر حصة تدريبية أعتقد قبل المباراة الترتيبية التي ستجري غد أو يوم غد، نعم، في ملعب ميلود هتفي بولاية وهران. إذن المباراة ستجمع كلا من النيجر ومدغشقر في هذه المباراة. نشاهد لاعبي المنتخب الملقاشي وهم يجرون التدريبات في آخر حصة تدريبية. طبعا يرتقب أن يكون في حضور جماهيري في هذه المقابلة التي ستجري أطوارها غدا بملعب ميلود هتفي بعاصمة الغرب الجزائري وهران، طبعا وسط توقعات واعدة بأن يكون في حضور كبير من الجمهور الوهراني وجمهور ولايات الغرب الذين أثبتوا في كل المباريات السابقة قوة حضورهم وتعلقهم بكرة القدم. طبعا تنظيم محكم وتنظيم ربما ألم بكل الجوانب، وكان محل إشادة كبيرة من مسؤولي الكاف ومسؤولي الفيفا ووسائل الإعلام لمختلف الدول التي كانت حاضرة لتغطية هذه البطولة، بطولة الشان التي وصفت بأنها بطولة تاريخية من حيث التنظيم ومن ناحية الحضور الجماهيري الذي فاقت أرقامه حتى أرقام بطولة المهوي ليضعنا في صورة الحدث الرياضي وآخر الحصص التدريبية. كمال إليك، تفضل. نعم، تحية لك زميلي أسامة. والبداية بالنهائي المصغر هكذا، والنهائي الصغير بين منتخب النيجر ومنتخب مدغشقر على المركز الثالث الذي سيكون غدا الجمعة بداية من الساعة 8 هنا بوهران بملعب ميلود هتفي. في نفس التوقيت يعني جرت الحصة التدريبية الرئيسية لمنتخب النيجر ومنتخب مدغشقر. قبل ذلك كان لاعبو منتخب مدغشقر قاموا بجولة استكشافية لملعب ميلود هتفي بما أنهم سيلعبون فيه لأول مرة بعدما لعبوا بقسنطينة بملعب الشهيد حملاوي وبعدها بملعب نيلسون مونديلا بالعاصمة. اليوم كان موعد مع التنقل إلى مدينة وهران يوم أمس بعدما وصلوا يوم أمس، اليوم تنقلوا إلى ملعب ميلود هتفي لرؤيته قبل إجراء الحصة التدريبية. وقال المدرب أنه محظوظ نوعا ما لأنه تمكن من زيارة مدن جزائرية، ثلاث مدن جزائرية خلال هذه الشان بداية من قسنطينة الجزائر ووهران. قال أنه تعرف أكثر على الجزائر وأعجب كثيرا بالهياكل وبالملاعب، لكن ملعب وهران سحره مجرد دخوله هو واللاعبين اندهشوا وأعجبوا به كثيرا، خاصة أنه ملعب واسع، ملعب أولمبي ويعني كبير الحجم مقارنة بملعب براقي وملعب الشهيد حملة. والحصة التدريبية أمامكم هي مفتوحة لربع ساعة لوسائل الإعلام، وهي الأولى والأخيرة لمنتخب مدغشقر قبل مواجهة الغد النهائي المصغر على المركز الثالث. هذا المنتخب الذي أظهر إمكانات كبيرة وطريقة لعب جميلة، كان الكل يرشحه لبلوغ النهائي، لكنه اصطدم بمنافس سينيغالي تفوق عليه تكتيكيا وأحدث الفارق وجعله يخسر المباراة، لأن الكل كان يرشح يعني منتخب مدغشقر لمواجهة الجزائر في النهائي، لكنه اصطدم بمنتخب السنغال الذي سينشط النهائي على غرار سنة 2019 في كأس أمم إفريقيا بمصر لما واجه المنتخب الأول بقيادة جمال بالماضي نظيره من السنغال وفاز عليه. النهائي هو مكرر لكن في بطولة إفريقيا للمحليين الشان الجزائر 2022. منتخب مدغشقر الذي يضم لاعبا وقع في البطولة الجزائرية ويتعلق الأمر بفريق مولودية الجزائر لاعب روزا التحق بالتدريبات رقم 7. الآن سوف يعطيك الزميل صور خاصة
أن البنية المورفولوجية لهذا الفريق هي ربما لاعبين قصار القامة ولكن يمتازون بالسرعة والحركة، مثلك أسامة لما تلعب معنا في القسم الرياضي، يعني صغار القامة وسريعي الحركة مما جعلهم يكسبون احترام ويعني تقدير الجماهير التي تتمنى غدا أن تشاهدهم فوق أرضية الميدان. تلقينا بكثير من الرياضيين وأكدوا أنهم سينتقلون إلى الملعب لمشاهدة هذه المنتخب الذي نال إعجاب الجميع، خاصة أن رياضة كرة القدم في مدغشقر ليست يعني بالرياضة التي تملك شعبية كبيرة، لأنه تصور هذا المنتخب في تاريخه مشاركة وحيدة وواحدة في كأس أمم إفريقيا سنة 2019 بمصر، ووصل آنذاك إلى الدور الربع النهائي، وهذه أول مشاركة للمنتخب المحلي في بطولة إفريقيا للمحليين، ووصل للتنافس على المركز الثالث، وهو ما يؤكد العمل الكبير التي تقوم به هذه الاتحادات، هذه البلدان، العمل القاعدي بالاعتناء بالشبان ومدارس التكوين والأكاديميات، مما جعلهم يحققون نتائج ويتفوقون على بلدان واتحادات يعني أكثر منهم خبرة ويعني اسم في كرة القدم. هنا يعني بهذا الملعب يجري منتخب مدغشقر الملغاشي، هكذا المنتخب الملغاشي، الحصة التدريبية وسط أجواء معتدلة يعني مقارنة بما البرد الذي كان متواجد في قسنطينة والثلوج، يعني اليوم هو جو معتدل هنا في قسنطينة، وهو ما جعل اللاعبون يكتشفون الجزائر. طيب كمان الجزائر القارة بين الثلوج في قسنطينة ويعني الأجواء مشمسة. تفضل أسامة. كمال، هل من أصداء عن الحضور الجماهيري غدا؟ هل فيه إقبال على شراء التذاكر؟ أكيد لا، بما أنه السلطات الجزائرية وعرفانا لما قدمته الجماهير في الدورة قررت الدخول مجانا للأنصار، يعني الكثير من الأنصار يعني اقتنوا تحصلوا على تذكيرهم عبر موقع تذكيرتي، وأيضا ربما غدا ستكون الأبواب يعني مفتوحة بالمجان، يعني ستكون مفتوحة بالمجان أمام الجماهير، خاصة أنه غدا يوم جمعة هو يوم راحة، والجماهير الوهرانية تعشق كثيرا كرة القدم، لذلك من المتوقع أن يكون يعني الجمهور لا بأس به، حتى لا نقول غفور، جمهور لا بأس به في ختام وفي وداعية يعني ملعب ميلود هدفي الذي يحتضن آخر مباراة لكاس في بطولة إفريقيا للمحليين، وهو الملعب الذي احتضن أكبر عدد من المباريات، يعني وهو كذلك الزميل وهران احتضن أكبر عدد من المباريات وعددها 9. وهو كذلك الزميل كمال، لما ترجع من ولاية وهران أكيد راح نلعب أنا وياك مباراة ترتيبية ونشوف من سيفوز. شكرا جزيلا كمال.